الكذب خيبة لكن مش عيب. هتتشتم بأمك يا يوسف. أنا ما حدش يقدر يشتمني بأمي. لا في يا يوسف، في حد يقدر يشتمك بأمك يا يوسف. المستشار يقدر يشتمك بأمك يا يوسف. الشتيمة ما بتلزقش يا عم عباس، وشتمت المستشار ليا هتبقى على قلبي زي العسل. طالما بقيت إعلامي يبقى لازم أتشتم. وإن كان على الحاجة، ما أنت برضو ما خدتهاش من على سجادة الصالة يا عم عباس يا ضو، وكلنا عارفين هي كانت إيه زمان، وكانت بتستحمل اللي أكتر من الشتيمة. أنا مش أحسن من الناس اللي اتشتمت، أنا مش أحسن من مجدي الجلاد يابا، أنا مش أحسن من خير رمضان ولا إبراهيم عيسى. أنا هيبقى زيهم، أنا هبقى زي أحمد موسى يا أبو. لأ